مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من مونديال المغرب، وهي السلسله التي نستضيف فيها دوليين مغاربه للحديث عن ذكرياتهم عن المشاركات المغربيه في نهائيات كاس العالم، وايضا عن مسارهم الكروي. في الحلقة 26 من مونديال المغرب، الضيف سيكون هو أحد نجوم مونديال المكسيك في العام 1986، النجم عبد الكريم ميري كريمو، والذي يعتبر من أهم الأسماء في الجيل الذهبي الذي قاد الكرة المغربية لتحقيق إنجاز غير مسبوق إفريقيا وعربيا بالتأهل للدور الثاني في مشاركة تعد هي الأفضل للكرة الوطنية التي ستظهر بعد أيام في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة. لي سوفينير ديالي انا فرانشمون شي حاجه كبيره، لان كانت بعدا فرقه، اولا كانت فرقه تقريبا في المستوى الكبير، كاع اللعابه اللي شتي تقريبا لعبوا معايا في الفريق الوطني، وسيرتو ديال 86 هذوك اللاعبين كانوا في المغرب ديجا، في المغرب كانت واحد البطوله، كان واحد المدرب اللي سي فري الله يرحمه. كنظن هذه ماشي سيربريز، لان خدمنا قمنا بالواجب ديالنا كلاعب وكفريق، والحمد لله ما حشمناش، لان لعبنا في 86 في كوب دي موند، المغرب تا هو لعب في لاكوب دي موند في السبعينات مع السي باموس الله يرحمه، مع حمان، مع اللاعبين. الحمد لله المكسيك بالنسبه لنا الحمد لله كانت واحد السوفينير كبير، وكنظن كتعاود دخلنا في تاريخ ديال الكره الافريقيه اولا، لان دزنا للدوزيام تور، ولكن هذه ماشي معجزه، سي خدمه عمل اللي قمنا به من 82 تقريبا 380. الشعور ديالي هو فريق الوطني، القميص، المغرب، بزاف الحوايج تيطلعوا لا كارير ديال الانسان، لان خصك تلعب، خصك تماركي، خير ماركه جوج ولا ماركيت واحد، الفرحه بيان سور، الخدمه ديالنا، العمل ديالنا، والحمد لله ربي يستر ذاك النهار. خصيت انا في عقليه في راسي خصني نسجل، لان اوبليغاتوار في الافونسونت خصك تسجل، ولكن الحمد لله سجلت الاصابه الثالثه بيان سور. مي اللي عندك هو العمل اللي قلنا به كونت البرتغال، هذا هو اللي تيبقى عمل جبار، لان لعبنا مع فريق كبير، ولكن الحمد لله بيان سور تشبتنا مع الفريق الالماني، باسكو خدنا بيت عنده واحد 5 دقائق تقريبا، وحنا شادين الماتش كله، لان حنا شدينا الماتش كله، وذاك النهار كان الزاكي كبير، لان مع رومينيغير بزاف ديال لي زوكازيون اللي الزاكي كان في المستوى الكبير. ولكن كنظن المقابله ديال كاس العالم تقريبا كل مقابله عطينا واحد قال لك الخطه ديالها، باسكو لابولون تعطي الخطه ديالها، لانجلتير، البرتغال، ولكن تنقل في المجموعه الحمد لله كان الخير، واخا هكاك تشمتنا في الماتش ديال الالمان، ولكن كنقولوا بان شنو الفريق اللي هو اللي دخل في ليستوار بعدا وعنده تجربه عنده، ولكن الا جينا نشوفوا في المقابله كلها كنقول بان الفريق الوطني في هذاك المقابله كنا نمشيو بعيد، كنا نمشيو بتات البرولونغاسيون نخسروا، كنا نمشيو البيلانتيات، بزاف الحوايج. الكونتاكت اللي كان ديما مع سيدنا، ديما واحد الكونتاكت من المكسيك، حنا نهضروا، بقينا مشينا لجنيف، مشينا بزاف ديال الاشياء اللي سيدنا دار لنا وفرحنا بها، وسيرتو الدخله ديال الدار البيضاء دخله كبيره، ولكن في المغرب كله، لان المغرب كله خرج الشارع، ولكن الحمد لله كنظن بان هذاك الخرجه ديال محمد الخامس، تيران محمد الخامس كانت في المستوى، عشنا واحد تقريبا واحد 4 ولا 5 سوايع مع سيدنا في الفرحه، لان هو فرح، حنا فرحنا، ولكن هذه كان المغرب، كنعرفوا المغرب ولاد الكرام، لان الناس كلها خرجت للشارع، لان كانت واحد النتيجه في المستوى الكبير. كنقول بيان سور توما عندهم جروب صعيب، جروب في المستوى الكبير، خاصهم يثقوا في راسهم، كاين فريق، كاين لعابه، كاين مدرب، كاين تقني، كاين لي مويان، كنظن كل شيء موجود الان، ودوله عربيه لاعبين في قطر، وكنتمنى من الله بيان سور سير ماتش واعرين، حتى هما خاصهم ياخذوا ماتش بار ماتش، كل مقابله ياخذوها بالامكانيات ديالها، باللاعبين اللي في المستوى الكبير اللي عندهم. كنظن عندنا واحد الفريق اللي حنا كوناه دابا مع السي وليد بلادي هادي واحد الشهرين، كنتمنى من الله نمشيو بعيد، ولكن كاين واحد العمل، كاين واحد الفريق، كاينه لا كرواسي، كاينه لا بلجيك، كاينه كندا، كنتمنى من الله تكون الخير، ولكن عندنا فريق، وكنقول بان المغرب راه عنده ليكسبيريونس دابا في لاكوب دي موند، ماشي زعما ديبيتون، عندنا خصنا نثقوا في راسنا، وكنتمنى المقابله الاولى بعدا نديروا واحد النتيجه باش نحاولوا نمشوا بعيد. وحنا في الجروب ديالنا شكون كان تيقول لنا حنا غنوصلوا؟ حنا كانوا دايرين الاخرين، حنا ولينا هما الاولين. الكندا فريق، راه كندا تتلعب لاكوب دي موند، عندها لعابه في المستوى، كيف هذاك هو واقيلا المقابله اللي خص تحضر منا، علاش؟ تحضر منا لان فريق كنعرفوا عليه بزاف، ولكن كنعرفوا الكندا،
ولكن الا جينا نشوفوا مع لا كرواتيا لا بلجيك، لا بلجيك كنعرفوا اللاعبين ديالها، كرواتيا كنعرفوا. هذا هو اللي تنقول وليد خصو يركز على المقابله، تنقولوا حنا اللعابه اللي يقول لك هذه سهله، حتى حاجه ماشي سهله في كاس العالم. اللي مشى لكاس العالم هو الانسان فريق اللي يستاهل. الو المغرب كان في كاس العالم، كندا راهي في كاس العالم، هذا هو الو كنظن اول مقابل كندا خصنا نعرفوا مع من اللاعبين وشكون هما هاد اللاعبين، لان الفريق ديال كندا راه ماشي فريق شويه مويان، سيتا عنده لا كاليتي تا هو، عنده اللعابه تا هو راه جاي يلعب الكوب دي موند. كنتمنى وليد ولو ستاف ما يدخلوش في هذا النطاق، ما نظنش، تنظن كنعرفوا شنو هي الخصم وشنو هو الضعف ديالهم وشنو القوه ديالهم، لان شافوا لي ماتش اميكو المقابلات باش يخدموا عليهم. اولا تنقول لهم بيان سور الفريق الوطني راه كيعرفوا شنو هو الفريق الوطني، شنو المسؤوليه. كنتمنى من الله بان اللاعبين المغاربه واللاعبين المغاربه عرفوا بان راه عندهم راه معاهم واحد 36 مليون ديال الخلق اللي معاهم. كنتمنى منهم يعرفوا بان راه حنا متبعينهم، حنا غادي نكونوا معاهم مساندينهم. كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو كلاعب بيان سور، لان القميص الوطني القميص تيكون راه كبير، خاصنا نحترموا القميص، نعرفوا شنو هو ليكيب ناسيونال، نعرفوا شنو هو المسؤوليه ديالنا. كنظن الحمد لله تنتمنى من الله بيان سور تكونوا واجدين في ثلاثه المقابلات اللي عندنا ونمشيو بعيد، لان عندنا فريق ومشيو بعيد وفرحوا المغاربه كما فرحناهم حنا، يفرحوا المغاربه لان حنا غنتبعوهم، راه غيكونوا المغاربه معاهم، راه غادي يساندوهم وحنا حتى حنا غنساندوهم. ومي تنقول ديما الواحد خصو يعرف بان يقول له بان عنده مسؤوليه، عنده مايو خصو يحترمو، خصو يعمل به. راه حنا كوم دي ميليتير كنمشيو باش بيان سور تنقولوا باش بور لو بيان ديال المغرب وبور، حيت ملي كتلبس القميص الوطني راه كتكون عندك واحد المسؤوليه. وكنتمنى من الله بان اللاعبين لا المدربين، كنتمنى حد بيان سور الوليد الركراكي اللي تا هو اللي تنتمنى اللي تا هو حد في المهمه ديالو لانها مسؤوليه. وبيان سور لو ستاف تكنيك، لو ستاف ميديكو، كاع الفريق الوطني كنتمنى من الله يكون خير ان شاء الله. مونديال المغرب متواصل على قناتكم ميديان تي في. في حلقة الغد الضيف سيكون هو الدولي المغربي السابق مصطفى الحداوي، النجم الذي حمل قميص المنتخب الوطني لسنوات طوال وظهر في المونديال لدورتين حيث لعب في طبعتي المكسيك وفرنسا، وتألق في الدوري المغربي رفقة الرجاء واحترف في فرنسا وسويسرا. في أمان الله.